روحي بسرعة يلا يا بابا. أيوة خلي المسمار يا بابا. اي والله لقينا المسمار يوم متابعي. السلام عليكم تحديات العائلة. طبعا اليوم نبي نسوي ثلاث مسابح وواحد صغير، الصغير الليلة. ما شاء الله خلي 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 يا بابا خلي، هذا ما هو بلك يا بابا. ما شاء الله مستأنسة ليلى اليوم، راحت المدرسة ليلى واستأنست. ايش رأيك في المدرسة ليلى؟ حلوة؟ هلا حلوة يا بابا ما شاء الله. والله حلوة يا ليلى المدرسة، المدرسة مرة كويسة. بديت تصيرين دكتورة ان شاء الله. هذا المسمار نبي نحصل المسمار هذا ان شاء الله. مسبح كذا مسبح كذا ومسبح كذا وفي واحد في الوسط. ايوه ايوه وهذا ايوه ما شاء الله تبارك الله. ايوه وش الثاني؟ المسبح. طبعا علينا هواء اليوم شديد عشان ما يطير مسابحنا. المسبح تعرفون انه خفيف. هلا ما شاء الله هذه قراها يا ماما. خلاص روحي 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 حطيها هناك يا بابا. يلا بعصات ليلى ها تركض. ايوه حطيها. ايوه خذي من هنا خلي خلي لا تخربينها يا بابا. اي شاطرة البنت، البنت تصير عاقلة. هذا حق هذا انت. طبعا هذا مسبح صغير يا متابعين تشوفونه، هذا مسبح صغير. هذا حق ليلى، الا هذا حق ليلى عبودي. ليلى عبودي سارة ممتاز عليك يا ليلى. لا لا خليه يا بابا. لا بابا. لا لا تمخيني يا بابا خلينا الحين بيخلصون. هذا ما هو مطاق يا بابا، هذا بعصا عسى ما يطير بس من الهواء. لا ما هو طاير ان شاء الله. ان شاء الله ليلى بس تلقط الاغراض وتجيب. ها ازعجت العمال يا بابا، خليهم يشتغلون على راحتهم. الله يصلحك يا رب. تعال 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 لي روح سكري الباب حق الشارع. يلا روح اركض اركض يلا بسرعه. سبحان الله الداخل يختلف عن الاول ذاك. والله اشغلتيهم يا ليلى، الله يصلحك يا رب ويهديك. اشغلتيهم ترى. لا يا بابا لا لا كذا عيب، البنت الشاطرة يا بابا. تعالي 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 لا يا بابا هي مروقة بس انت وخري عنها. خليها لا لا خليها انت تعالي بس تعالي. هلا والله بالزين، هلا والله بالطعم، هلا والله بالحلو، هلا بلوجاي، هلا بشفاه، هذا جاه النوم عشان تنام الليلة. يلا قومي صحصحي عشان بعصات العشاء تنامين. يلا انا جايب لك مسابح يا بابا. يلا يا الزينة بسم الله عليك ما شاء الله تبارك الله. ايوه ما شاء الله نايم صح. انا يقول لك يا لو جايين العبي زين، العبي زين لا تزعجيني. يلا وليلى صحصحت. يا سلام يا سلام يا متابعين، ما بك تنامين ليلى الا الساعة تدرين كم؟ الساعة 8:30 او 9. هاتي نونو اصلا ما تدري ما تدري تراها ما تدري يا ليلى. خليها خليها خليها. لا 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 شوف شوف هالقرن هذا من مسويه؟ انا. ما شاء الله كفو والله. كل حاجه لك يلا. طيب ما راح اقول شيء. ايش تبي تقولها؟ ما شاء الله بعد انا اصلا ما شاء الله تبي تتكلم مع اختها يا متابعين. شوفوا لو جاي ضحكت يا متابعين ما شاء الله. تعرف ليلى بس تراها تحبك يا ليلى، تحبك كثير. بدي اشوفوا ليلى مسويت لها انت تشوفون ايش انا عشان تلقط الابراج. يا وين نروح؟ وين نروح؟ تعالي نروح المستشفى عشان هي تعبانه. انت تعبانه؟ ايه تعبانه وتحبينها. اه يا قلبي يا ليلى الله يهديك يا بابا الله يهديك. طيب شوفي يا لوجي الحين بنروح انا وليلى نشوف المسابح صح ولا لا؟ بنروح نشوف مسابحنا. يلا خلاص يا بابا خلاص. يا ساتر شوفوا شوفوا ما شاء الله خلصوا الاول بس بسوي القديم لانه منكسر فيه مسمار فكلمتهم ما قصروا والله يجزاهم خير. قال خلاص نركب الاسواق. طبعا هذا صغير تشوفونه ما شاء الله. هذه بوكي ما شاء الله وجبت لها دجاج. خلاص يا بابا لا لا تحطينها هنا لا تحطينها، روح حطي مكانها هناك، روح حطي مكانها. يلا ما شاء الله هذه لها شهرين ما شفناها توها تجي. خلاص خلاص يا بابا روحي حطينها. تعالي حلقينها جيران حلقينها ما درى عنها الجيران. تعالي انت تعالي 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 حطيه هناك هناك هناك. ايوه هناك هناك. شفتي شفتي هذا؟ السجل. لا لا ما هو هنا لا هنا بالزاويه هذه بالزاويه هذه حطيه هنا. ايوه ممتاز عليك يا بابا. يلا شاطره يا ليلى ممتاز عليك. ليلى دائما ممتازه يا متابعين. يا ساتر شوفوا طار. يا ساتر هذا مشكله والله العظيم ترى مشكله يا متابعين. خلاص يا ليلى ما شاء الله والله العظيم. اي على قدك هذا انت عبودي وساره الله على عماد جاب لي. طبعا يا متابعين لازم نعبيه ربع علشان ما شو اسمه ما ينكسر لان علينا هواء مره كثير لان علينا مره هواء قوي تشوفون. الله يعين ويستر. بسرعه يا ابو ذيبان يلا 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 روحي روحي شبي شبي روحي شو اسمه شغلي على المويه روحي اركضي يلا بسرعه يا عماد يلا الله يعطيك العافيه. لا
يلا روحي بسرعة يلا يا بابا. أوف أوف طاحت ليلى. يا بابا اللي عاد رجعت خلاص روح عبهت يلا روح شغله يا بابا روحي شغله. أنت طحتي كذا هولي ما طشك هو أنت اللي طحتي زلقتي. بسم الله عليك قولي بسم الله. طيب بسم الله طبعا شو اسمه شغل المويه يا عماد الله يعطيه العافية. عماد اي خلاص ايوه جاء المويه ايوه. لا يا بابا مو قوي بس خليه لازم نعبيه ربع. لا يا بابا مو قوي خليه أنت خليه يا بابا. الآن نبي نكنس هذا وننظفه زين عشان بكرة نعبيه مويه. صح انه شوي مو بمرتب بس لازم نرتبه. بابا ليه ما يعبي الوايت؟ الوايت ما يجي بكره، لكن احنا لازم نعبيه ربع علشان الهواء ما يطيره فوق ويكسر على القزاز ولا يسوي لنا سالفه. عرفتي؟ بعدين يشرب المكتب. لا اذا عبيناه مويه يا بابا يصير ثقيل والهواء ما يقدر يطيره، اذا ما جاء هواء قوي يا بابا عرفتي؟ خلاص بسم الله ان شاء الله على ليلى. عماد واقف هناك ذي تعال يا عماد خلاص خله تخاف انه ينفع؟ خلاص شباب شوفين كيف؟ شوفين يا بابا شفتي؟ ها شفتي كيف؟ لا 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 مو بكذا يا بابا شفتي الهواء كيف يسوي؟ سبحان الله. وهذا الصغير بعد الصغير لازم نعبيه يا بابا بس اصبري خليني اشده كذا علشان ما يكون صفط تحت كذا. ايوه دف بس ايوه يعطيك العافية يا ذيبان يعطيك العافية. لا يا بابا شلون تروشتي الله يصلحك. انت خليه يا ليلى. امسكها يا عماد نزل لي يمكن يبين اقل شيء نص ساعة بس. عماد يا ذيبان شوف الذيب ثلاثة اي لا خلصت من هذا. شوف اذا وصل هذا شفت السوداء؟ ايوه اذا وصلها لا اذا وصل فوق هذه شفت هذه؟ طيب ولا هذه عليها ها؟ اسحب اللي وحطه هنا خلاص؟ ايوه حط اللي هنا وعبه يوصل؟ طيب انت ورست جيتي هنا تعال من هنا يا ليلى تعال فكرة حلوة. وش يا ذيبان؟ احط هذه لا لا يا اخوي احنا اللي بنحطها هنا الله يصلحك. اي خلاص شو اسوي فيها يا ايمان؟ وش اسوي فيها؟ شلون ننظفه؟ مكنسة؟ لا والله انا جاب هاي ما ادري تبي مكنسة كهربائية وتنتهي السالفة. صبور موي عشان ذاك الوصف تروح. ايوه بابا شوف انا عندي فكرة ايوه اول شيء لحق موي شوي. ايوه المسمار خلي المسمار يا بابا. اي أيوة والله لقينا المسمار يوم متابعي تذكرونه هذا هو تذكرون كنا ندوره. ما شاء الله عليك يا ليلى خلاص حصلناه. ايوه كملي شوي ايوه ايوه ونغسله ونفخ كله ايوه ما شاء الله شويه بعد ايوه كرارس ايوه كرارس كل شيء لح ايوه 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 ممتاز عليك ممتاز يا متابعين لينا ما شاء الله ترى عليها افكارك ما شاء الله حلوه. طبعا يا متابعين لا تنسونا من الدعم واللايك والاشتراك. وصلنا الى نهايه الفلوق يلا مع السلامه.